أبو العائلة يعني زوجي قاعدنا بالمرصاد متفوتة، لا صغيرة ولا كبيرة، عصبي كلش، بس من توصل يم الحي نفاضة السم يصير أنعم من النشل. سمسمية يعني زوجتي يعني أم جهالي، فتنا وكيت بعد شعدنا، صار لي 35 سنة وياها، تعرف كل نقاط ضعفي، من استلم التقاعد تسوي بانية، ومن يخلص الراتب تسوي طرشانة. أني شهودة، عمري 22 سنة، متزوجة وقاعدة ويا عيالي، أهل زوجي حبابين ما عدا سمير، أمي يموت علي عباله متلوق له، بس لا والله هو يحبني لله بالله. إيه ما صايمة. أنا هلال، عمري 27 سنة، متزوج شهودة وعدنا طفل جاي بالطريق، ولو هسه ازدحامات. اي حشاش لازم تتعودون عليه. شلونك يا اب؟ انا زينة، عمري 20 سنة، اي طالبة هندسة، المدللة مال البيت تبا للمواعين، مرات اصير شاطرة ومرات ياخذني الفيسبوك وانسى الامتحان وارسب. هلال بل يابا، شلونك ويا مرتك؟ كلي زين يابا، اي شي تأمر بي يجرالها، يعني مو دائما، sometimes yes و sometimes no. زينة بل يابا، شلونك ويا امتحاناتك؟ ياباني هستوني ها معلق المعلومة بصماخي، دق جرسك انهطت وطارت المعلومة، عشتي لك. شهودة تاج راسها شهودة عمي، النونو هم يسأل على جدو؟ يا هو غير يومية قعدني من نص الليل يقول اريد ابوس الجدو، فديت الجدو اني عزب عينك نطقتي، وينك طفل بطن ما يدردم؟ لعجوانك وحدة ب 2018 اسمها سمسمية ولابسة قديفة. هاي الأيام الأولى برمضان وماكو داعي أعيد عليكم القوانين مال كل سنة، السفرة تنفرش الساعة 5. أدري يابا أنت بالأرجنتين وتفطر 5 ولا يقعد راح حميسي. طرشانة ما أريد على الفطور. هلال عليك مسواق الشهر كله. شهودة انت بس عليش تأتني لي بالنونو. سمسمية الطباخ ما اريد يطفار الفطور، قوري يصعد قوري ينزل. خدري الشاي خدري وجهك راح خدره، معلوم تدلل يابا، واني راح ادير بالي على قرايتي. انت عندك مهمة كلش سهلة، قول يابا. تغسلين وماعين الفطور. جدر شي نفر والسلك شي شطفر، عمري خلص وقفر يا حاف يا وصفة. للكلية
صدق تحجين هم غسل وعين حب هذا مو شخص ماما صدق تحجين هم غسل وعين